تمام؟ هل هناك سجل وطني؟ هل هناك تصنيف وتقارير تصدر بشكل دوري للمتابعة والتحليل وأسباب هذه البلاغات ومن أين تأتي هذه البلاغات، وهل يتم متابعتها وتصدر بشكل صريح حتى المجتمع المدني حتى نكون بصورة واضحة؟ ترى الحد أو القضاء على العنف الأسري مش دور إدارة حماية الأسرة ولا دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هذا ملكية وطنية، يعني ما بصير أي جهة تحتكره. دور مؤسسات المجتمع المدني فيه فاعل ورئيسي طبعاً. ودور الجامعات والأكاديميين وكل الجهات المعنية لها إسهام وطني في القضاء على هذه الظاهرة.